بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بكم في محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. نكمل مع بعض البول. النهارده هنتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف ذا بول. قبل ما نتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف ذا بول، عايزين نرجع مره تانية ونعرف يعني ايه بول لاميلا. اسهل طريقه انا شايفها علشان نعرف بيها مع بعض يعني ايه بول لاميلا، ان احنا نعمل تيشو كالشر للخليه اللي اسمها الاندفرنشيتد ميزنكيمال سيل، ونوفر لها البيئة المناسبة اللي تتحول بيها إلى أوستيوبروجينيتور سيل. الأوستيوبروجينيتور سيل هتديفرنشيت انتو أوستيوبلاست. الأوستيوبلاست هتبدأ تعمل إيه؟ هتبدأ تفرز الكولاجين فايبر ومعاه الجراوند سبستنس. الكولاجين فايبر مع الجراوند سبستنس بنسميها أستوي. تفرز، بعد ما تفرز الأستوي تفرز الألكالين فوسفاتيز إنزيم. الألكالين فوسفاتيز إنزيم هيرسب الكالسيوم اللي انا اصلا حاطه في الميديم بتاعي. يبقى دلوقتي الماتريكس عندي بقت كالسيفايد ماتريكس. لما تبقى الماتريكس بتاعتي كالسيفايد ماتريكس، الاوستيوبلاست النيتريشن بتاعتها هتقل، وبالتالي هيبدا يحصل لها نوع من التطور او الديفرنشيشن تو اوفركم الديكريست نيتريشن. هتعمل ايه؟ هتطلع سيل بروسيس بالشكل ده عشان كل خليه تحاول تعمل كوميونيكيشن مع الخليه اللي جنبها. طبعا السيل بروسيس بتبقى فيري ثين اند فيري نيومرس، وهي بتعمل السيل بروسيس دي بتحافظ لنفسها على وجود كاناليكيولاي داخل هذه الكالسيفايد ماتريكس علشان يبقى دايما فيها اكسترا سيلولار فلو. يبقى اذا الخليه بتاعتي اللي هي بقى اسمها دلوقتي اوستيوسايت ليها سيل بروسيسز وعايشة جوه فراغ داخل هذه الماتريكس. هذا الفراغ بنسميه لاكونة والجمع لاكوني. طالع منها سيل بروسيسز ماشية في كاناليكيولاي جوه هذه الماتريكس. اللاكوني والكاناليكيولاي موجود فيهم الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى الخلية نجحت ان هي تعمل لنفسها ايكواس ميديوم زيها زي خلايا الابيثيليوم، زي خلايا الكونكتيف تيشو، زي خلايا الكارتليج، زي كل الخلايا، بالرغم ان هي عايشة في كالسيفايد ماتريكس. دلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي اوستيوسايت وحواليها كالسيفايد ماتريكس. الاثنين مع بعض، اللي شلت الطبق ده، اللاير اللي انا شايفها دي بسميها بون لاميلا. اهو انا عندي تو تايبس اوف بون، في لاميلار بون وفي نون لاميلار بون. يعني البون بتاعي اللي انا عايش بيه دلوقتي عباره عن مجموعه من البون لاميلي فوق بعضها بتاخد اشكال مختلفه، ونسميها بقى احنا مره نسميها كومباكت بون، مره نسميها سبونجي بون، يعني احنا حسب الشكل هذه اللاميلا. عندنا ثلاثه كلاسيفيكيشنز رئيسيين. الكلاسيفيكيشن الاولاني اناتوميكال كلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن الثاني اكوردنج للماتيوريتي، والثالث تحت الميكروسكوب. اناتوميكال كلاسيفيكيشن بنقسم البون لايه في الاناتومي؟ انتوا طبعا اشطر مني في الاناتومي. بنقسمه لونج بون، شورت بون، فلات بون، ريجولار بون، حسب ايه؟ حسب الشكل طبعا. يبقى اذا اللونج بون هي اللي ليها تو ابيفيزيال اندز او تو اندز، وبينهم بعض موجود الديافيسز، وما بين الديافيسز والابيفيزز زي ما شرحنا في المحاضره اللي فاتت موجود الميتافيسز. يبقى ده شرط اللونج بون، ان هي تبقى طويله قوي زي ما هي في الهيومرس والريديوس والالا، ماشي. ان هي تبقى قصيره زي ما هي في الفالنجيسيز، ماشي. لكن الاثنين لونج بون ليه؟ لان بيتوفر فيهم الشرط اللي انا قلت لكم عليه. الشورت بون زي ايه؟ الشورت بون زي الكاربال بون والترسال بون والباتيلا. الفلات بون هي اللي احنا عارفينها كل سكال والسكابولي والهيبس والستيرنم والريبس، كل ده بنعتبره فلات بون طبعا معاهم الكلافيكل. دي الفلات بون. الريجولار بون اللي هي ملهاش شكل. الريجولار بون زي الفرتبري اشهرهم طبعا، زي الاوسيكلز موجوده في الاير، كل دي بنسميها الريجولار بون. يبقى دي اناتوميكال. اناتوميكال الحقيقه ما يهمناش قوي، لو هنلجا ليه شويه لما نيجي نتكلم في الاوسيفيكيشن يعني نبقى عارفين عندنا فكره عنه، لكن اللي يهمنا قوي هو الكلاسيفيكيشن اكوردنج للماتيوريتي. According to maturity، البون بتاعي ماتيور ولا جديد ولا قديم؟ لو كان اماتيور هنسميه ووفن بون، لو كان ماتيور هنسميه سكندري بون. يبقى في برايمري بون وسكندري بون، وفي اماتيور بون وفي ماتيور بون، وفي ووفن بون وفي لاميلر بون.
ايه الفرق ما بين الاتنين؟ تعال نشوف ايه الفرق بين الاتنين. البرايمري بون ده البون الاولاني اللي بيظهر اثناء تكوين البون، سواء كنا بنتكلم عن الفيتس او سواء كنا بنتكلم عن افتر فراكشر او في الفراكشر ريبين. يبقى اول بون بيتكون بنسميه ايه؟ بنسميه برايمري بون. بيتميز بان هو عباره عن الريجولار كولاجين فايبر حصل لها اوسيفيكيشن. يبقى انا عندي الريجولار كولاجين فايبر باندلز معاها شويه معاها سيلز، يبقى عندي مجموعه من الاوستيوسايت بتفرز كولاجين فايبرز، لكن بتتميز بيها الكولاجين فايبر بان هي الريجولار باندلز. بتبدا الاوستيوسايت ترسب الكالسيوم على هذه الباندلز برضه بطريقه عشوائيه، فبيبقى المينراليزيشن عندي ضعيف. هذا الاماتيور بون بعد شويه بيحصل له ريبليسمنت بالسكندري بون او الماتيور بون فيما عدا ايه؟ التيث الفيولار، ودي اللي بيستخدمها الدنتست بتوع الاسنان في ان هم يعملوا عمليه تقويم. ليه؟ لان انا عندي الماتيور بون فسهل قوي ان انا اوظف فيه حكايه التنشن والبريشر اللي اتكلمنا عليها في اول محاضره. كمان احيانا يبقى موجود في الانسيرشن اوف سام تندونز لو ان المساله دي ما بنشوفهاش قوي في الهيستولوجي، وطبعا زي ما حكيت لكم انه موجود في افتر فراكشن. السكندري بون بقى او الماتيور بون او الريجولار بون او اللاميلر بون، ده عباره عن بون لاميلي لسه حكينا عليها في اول المحاضره، دي عباره عن مجموعه من البون لاميلي مرصوصه جنب بعضها. ان هي تبقى كومباكت ماشي، انها تبقى سبونج ماشي، لكن في الاخر في التركيبه بتاعتها الهيستولوجي بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن بون لاميل. يعني الاماتيور بون ما كانش فيه بون لاميل؟ لا طبعا ما كانش فيه بون لاميل، دي شويه كولاجين فايبر كالسيفايد، السيلز فيها كتيره قوي والماتريكس فيها قليله جدا. يبقى ده اللي كنا بنسميه الاماتيور بون، لكن دلوقتي احنا بنتكلم في بون انا هعيش بيه وهتحرك بيه، يبقى هارد انف. عشان كده الماتريكس عندي اكتر من السيلز بكتير، كاركترايزد باي كونسنتريك ريجولار بون لاميل، تبقى ليها شكل معين، ملهاش شكل معين ده موضوع تاني، لكن اللاميل بتاعتي لازم تبقى ايه؟ كونسنتريك لاميل. الاوستيوسايت ارانجت في مسافات محدده بشكل منتظم، ده ما يميز الايه؟ الماتيور بون. طب ما تيجي نفرق في تيبل كده ما بين الاماتيور بون او الووفن بون وما بين السكندري بون او ما بين البرايمري بون والسكندري. برايمري بون او الاماتيور بون او الووفن بون ده موجود في الفيتس، ده اللي هو الماجوريتي اوف ذا فيتال بونز، بيبقى مصنوع من ايه؟ مصنوع من البرايمري بون. يعني تقدر تقول ان احنا عاملينه بسرعه كده لحد ما المسائل تستخر ونقلبه الى سكندري بون. السكندري بون طبعا اللي انا عايش اللي انا وانت عايشين بيه في السكيلتون بتاعي. طبعا انا قلت لكم من شويه ان هو بيرمننت في الالفيولاي اوف ذا تيث وفي الانسيرشن اوف سام تندون، والدنتست بيستخدموا الحكايه دي في عمليات التقويم. عباره عن ايه بقى البرايمري بون؟ ده عباره عن الريجولار ارانجمنت اوف كولاجين فايبر، لكن الثانيه كونسنتريك ارانجمنت اوف كولاجين فايبر، لان هنا البلاد فيزلز بتشتغل ليها دور كبير، ما فيش هنا لاميل، اللي فيه هنا لاميل، اللي هنا الريجولار ارانجمنت اوف اوستيوسايت، هنا الاوستيوسايت بتبقى ارانجمنت في فيكسد انترفلز، هنا اباندنت سيل والماتريكس قليله، هنا السيلز قليله والماتريكس كتير. ده فين؟ في الماتيور بون. الماتريكس ليس كالسيفايد في الاماتيور بون، بتبقى هايلي كالسيفايد في السكندري بون، يبقى السكندري بون ده اللي اقدر اعتمد عليه في الحركه بتاعتي. لكن بتوع الهيستولوجي يحبوا يقسموا البون الى كومباكت بون وسبونجي بون، والموضوع مش محتاج الميكروسكوب علشان اوصف ان ده كومباكت بون وان ده سبونجي بون، ده بالنيكد اي اقدر اقول ده كومباكت بون وده سبونجي بون، لكن تحت الميكروسكوب الاثنين بيختلفوا عن بعض. الكومباكت بون بيتميز بايه بقى الكومباكت بون؟ الكومباكت بون سوليد ماس كومباكت، يعني ما فيش فيه اي فراغ، فبسميه كومباكت بون. السبونجي بون مش اضعف من الكومباكت بون لكن مليان فراغات، هذه الفراغات بتخلي طبيعه البون نفسه، البون تيشو نفسه بيبقى عباره عن ترابيكول، يعني حاجات متداخله كده مع بعضها، دي بسميها ترابيكول. يبقى البون ما هواش كومباكت بالشكل ده، لا دي ترابيكول مفتحه بالمنظر ده، فوجود الترابيكول كده بيخلي البون بتاعي مليان كما لو كان مليان سباينز، يعني انا لو مشيت ايدي عليه ممكن اتعور طبعا، ليه؟ لانه بيبقى حاد جدا.
يبقى هو بيتكون برضو من بون لاميلي، لكن في شكل ايه؟ في شكل ترابي. ده الفرق السريع ما بين الكومباكت بون والسبونج بون. طب لو بصينا على الصوره دي نقول دي كومباكت بون ولا سبونجي بون ولا الاثنين مع بعض؟ لا، الحقيقه هي الاثنين مع بعض. اللي انا شايفه مليان سباينز ده وفراغات، ده عامل زي السفنجه، ده نسميه سبونجي بون او كانسيلا سبون. لكن البون اللي هو من بره ده، الكورتكس اللي بره دي اللي مغطيه السبونجي بون دي، شايف مفيش فيها صنف الفراغ، عشان كده بسميه كومباكت بون. يبقى عندي تو تايبس اوف بون، سبونجي بون وكومباكت بون. الكومباكت بون ده عباره عن ايه؟ عباره عن بون لاميلي هايلي اورجانيزد. يعني انا بعد ما عملت البون لاميلي، فاكرين البون لاميلي اللي عملناها في الاول، بعد ما عملتها هوظفها بشكل دقيق. دايما احب اشبهها بالطالب الزميل الغالي اللي بيفكرني بايام زمان لما كنت بسافر علشان اروح المدينه الجامعيه. الشنطه صغيره كده بس عايز احط فيها الملابس كلها. افضل اعمل ايه؟ افضل اعمل هاي اورجنايزيشن للملابس وارتبها كويس قوي في الشنطه بحيث ما يسيبش فيها فراغات. دي بسميها كومباكت شنطه. يبقى انا عندي كومباكت بون وفي سبونجي بون. بقى لو انا الشنطه كبيره والملابس قليله منطرهم كده في الشنطه يطلع سبونجي بون. يبقى اذا اما يكون عايز الحاجه بتاعتي كومباكت اعمل لها ايه؟ هاي اورجنايزيشن. الاكسترنال سيرفيس بتاعي بتاع الكومباكت بون بيبقى كفرد باي بيريوستيم، والانترنال سيرفيس بتاعي بيبقى كفرد باي اندو اوستيم، لان لازم في الكومباكت بون الاقي بون مارو كافيتي كبير. دي من شرط وجود الكومباكت بون، لان لو الكومباكت بون ما فيش فيه بون مارو كافيتي هيبقى تقيل قوي، هيبقى عبء عليا اصلا ما اقدرش اجره، عشان كده ربنا بيخلق لنا فيه كافيتي كبير. يبقى انا عندي بون كومباكت ماشي بيه، ولكن جواه موجود فراغ كبير بسميه بون مارو كافيتي او سنجل بون مارو كافيتي. طبعا احنا مش غايب علينا الكلام اللي مكتوب ده، ان البون لاميلا عباره عن اوستيوسايت ومعاها كالسيفايد ماتريكس. الجنرال اورجنايزيشن بقى دلوقتي عندي تصور كويس للكومباكت بون، بره متغطي بالبريوستيوم وجوه متغطي بالانديوستيوم، وعارف ان البريوستيوم ده عباره عن تو ليرز، انر سيلولر واوتر لونجتيدنال، والاندوستيوم عباره عن سيل ليمل كونكتيف تيشو موجود فيها اوستيوبروجينيتور سيل ومعاها اوستيوبلاست. ما بين الاثنين موجود البون لاميلي. البون لاميلي مترتبه على اربع طرق. الطريقه الاولانيه ان هي تصنع من نفسها هافيرجن سيستم، دي بسميها ايه؟ كونسنتريك لاميلي. يبقى انا عندي اربع حاجات. الحاجه الثانيه ان هي تعمل لاير من بره برضه من البون لاميلي واسميها اوتر سيركمفرنشال بون لاميلي، وبعدين تعمل من جوه مجموعه من البون لاميلي واسميها الانر سيركمفرنشال بون لاميلي. وما بين الهافيرجيان سيستمز دي بيتبقى بقايا هافيرجيان سيستمز قديمه بسميها انترستيشيال بون لاميلي. يبقى انا عندي كام نوع من انواع البون لاميلي، او كام سيستم للبون لاميلي؟ اربع سيستم. السيستم الاولاني هو اللي بيصنع لي الجزء الرئيسي وبسميه الهافيرجيان سيستم. الجزء الثاني اللي بيحيط كل هذه الهافيرجيان سيستم وبسميه الاوتر سيركمفرنشال لاميلي. النوع الثالث هو اللي بيحاوط نفس الهافيرجيان سيستمز دي بس من جوه، لان في كافيتي في النص، فبنسميه الانترنال سيركمفرنشال لاميلي. ما بين هذه الهافيرجيان سيستمز موجود انترستيشيال بون لاميلي. دلوقتي عايزين نعرف الهافيرجيان سيستم ده بيتعمل ازاي. اول شرط فيه وجود استريت بلاد فيسل. هذا الاستريت بلاد فيزل ماشي مع اللونجتيدنال اكسس بتاع البون. يبقى لو حصلت على بلاد فيزلز ارتري وفين ومعاهم النيرف بارل للونجتيدنال اكسس اوف البون، على طول بتيجي الاوستيوبلاست ترص نفسها حوالين هذه البلاد فيزلز. بترص نفسها ازاي؟ في سبايرال مانر، يعني هيليكال، تطلع لفوق كده بالشكل ده، وهي طالعه بتفرز الكولاجين فايبر. يعني شوف كده الاوستيوبلاست وهي ماشيه بتلف نفسها حوالين الاسترييت بلاد فيزل، وهي طالعه بتفرز الكولاجين فايبر. لما تفرز الكولاجين فايبر ومعاه بقيه الجراوند سبستنس هيبدا يحصل لها، ومع الكالين فوسفاتيز انزيم هيبدا يحصل لها اوسيفيكيشن، فالاوستيوبلاست هتتحول الى اوستيوسايت، والاستراكشر ده هنسميه بون لاميلا. والبون لاميلا ده عشان نميزها فبنسميها كونسنتريك، يعني حوالين البلاد فيزل فبنسميها كونسنتريك بون لاميلا. خلي بالك ان الدايركشن بتاع
الكولاجين فايبر هياخد نفس الدايركشن بتاع الاوستيوسايت او الاوستيوبلاست، لكن اللاميل اللي بعدها هلاقيها عكس اللي قبلها. يعني ايه عكس اللي قبلها؟ يعني الدايركشن بتاعها هيبقى انتي كلوكوايز او كلوكوايز بالشكل اللي انا شايفه ده، علشان ده يعمل لي مور سترينثنج للكومبات بون. يبقى في الحاله دي عندي كام بون لاميل قدرت اكونهم دلوقتي؟ 2 بون لاميل حوالين بلاد فيزل. البلاد فيزل دايما متصنع جوه كونكتيف تيشو، يبقى انا عندي كور من الكونكتيف تيشو في النص بتاعه موجود بلاد فيزل، بسميها فيرجيال كانال. حوالين الهافيرجيال كانال دي هيتكون الكونسنتريك بون لاميل. بس لاحظ معايا حاجتين. الحاجه الاولانيه ان البون لاميل اللي بتتكون من بره لجوه مش من جوه لبره، يعني اكبر واحده الاول وبعدين الاصغر منها والاصغر منها والاصغر منها لحد ما اوصل للبلاد فيسل. رقم واحد. رقم اتنين ان كل واحده عكس الثانيه. بص كده بسرعه لان بسرعه شديده، برضو نفس النقطتين اللي اتكلمتكم عنها من شويه، من بره لجوه والاثنين اتجاههم عكس بعض. يبقى في النص دلوقتي بقى موجود البلاد فيزيك في الهافيرجيال كانال، وبعدين حوالين الهافيرجيال كانال موجود من 4 ل 20 كونسنتريك بون لاميلي. لو نبص هنا نلاقي الفكره دي ريزيست التويستنج فورس اللي احنا بنتعرض ليها كل لحظه من غير ما ناخد بالنا. اللي هي ايه يعني؟ الدايركشن هنا عكس الدايركشن هنا، والدايركشن هنا عكس الدايركشن هنا، اند سو اون. اللي في النص ده البلاد فيزلز، والاستراكشر ده بسميها فيرجن سيستم او اوستيون. احنا خدنا اوستيون وخدنا اوستويد تيشو. الاوستويد تيشو كان الماتريكس الاورجانيك ماتريكس، لكن الاوستيون هو وحده تركيب الكومباكت. يبقى الاوستيون هو وحده تركيب ايه؟ وحده تركيب الكومباكت بول، الاستراكشر يونت اوف ذا كومباكت بول. يبقى احنا اخدنا دلوقتي الهافيرجن سيستم. ما بين الهافيرجن سيستم والهافيرجن سيستم في كانال بتتخلق. هذه الكانال بتسمح للبلاد فيزل ان هو يعمل كوميونيكيشن مع البلاد فيزل اللي جنبيه، ودي الكولاترال سيركيليشن دي مهمه جدا لو احنا هنذاكرها في الاناتومي ونعرف يعني ايه كولاترال سيركيليشن. يبقى اذا محتاج لي كانال هنا. هذه الكنال ما هياش متحوطه بالكونسنتريك لاميل زي الافيرجيان كانال. اللي شافها الدكتور الجراح اللي اسمه فولكمان فسماها فولكمانز كانال. يبقى انا عندي كلوبتون هابرس ده الالماني ده هو اللي وصف الافيرجيان سيستم، وفولكمانز الفريد فولكمان هو اللي وصف الفولكمانز كانال. يبقى احنا خدنا كام اسم دلوقتي في البون؟ طبعا ده فيرجيان وده فولكمان، واخدنا قبل كده شاربي اللي عمل الشاربس فايبر، واخدنا معاه هاو شيبس اللي بتاع الهاو شيبس. الكومباكت بون بيتكون من مجموعه كبيره جدا من الهافيرجيان سيستمز مرصوصه جنب بعضها بمنتهى الدقه، لان كل ما رص الهافيرجيان سيستمز بالشكل ده ما تعجبش مين؟ ما تعجبش الاوستيوبلاست والاوستيوبلاست، فيقوموا جايين هدينها تاني وعاملين هافيرجيان سيستمز جديد. القديمه تروح فين؟ القديمه في الغالب بتطير مني، فيما عدا بقايا بتتبقى ما بين الهافيرجيان سيستمز الجديده اللي بسميها الانترستيشيال لاميل. لكن لو نبص كده هنلاقي ان الاوتر سيرفيس ده ما هواش سموث. يعني انا لو عملت عليه البري اوستيوم هيبقى البون بتاعي، ابص عليه كده هلاقي البون بتاعي الريجولر. علشان كده البري اوستيوم بيصنع لنفسه لايرز. يبقى تحت البري اوستيوم الاقي سب بري اوستيال بون لاميل، ما هياش بنفس فكره الهافيرجيان سيستم، لا ده البري اوستيوم هو اللي بيصنعها. نفس الكلام الاندو اوستيوم هيشارك في الانترنال سيركمفرنشال بون لاميل. يبقى انا دلوقتي بقى عندي البون سموث من بره وسموث من جوه. اللي من بره بسبب البري اوستيوم واللي من جوه بسبب الاندو اوستيوم، لكن الهافيرجيان سيستمز بتمثل البالك بتاع الكومباكت. ما يزال في فراغات ما بين الهافيرجيان سيستمز دي. خلاص يبقى انا هاجي اكل الاثنين دول واعمل ثلاثه هافيرجيان سيستمز جداد، واسيب البقايا اللي هنا هتبدا تبان كما لو كانت حشوه، فاسميها انترستيشيال بون لاميل. يبقى انا عندي كام سيستم دلوقتي اتكلمت عنهم؟ اربع سيستمز، هنشوفهم بالتفصيل بعد شويه. يبقى دي مجموعه من الهافيرجيان سيستمز جنب بعضها.
ودايما اللي بيرسم الرسمه يكون عايز يبقى دقيق فيها، لاحظ السبايرال والاثنين كل لاميلا عكس اتجاهها عكس اللي قبلها، يبقى ده برضه دايجرام للهابرجيا سيستم، واللي في النص ده بنسميه الهابرجيا كناود، البلاد فيزلز هي موجوده جواه، وكل واحده من دي عباره عن بون لاميل، وطبعا واضح ان البون لاميل عباره عن اوستيوسايتس ومعاها الكالسيفايد ماتريكس، يبقى دي بون لاميل وبون لاميل. طب الاوستيوسايت دي كونتاكت مع الاستوسايت دي، طب يا ترى اللاميلي دي كونتاكت؟ طبعا كل اللاميلي دي بتبقى الكاناليكيولاي بينهم وبين بعضها فاتحه علشان مجموع الاستوسايت يشتغل كما لو كان وان سينسيتيا. يبقى ايه هو الهافيرجن سيستم؟ خلاص احنا حفظنا الكلام ده، الهافيرجن سيستم ده لونج سلندر بارلل ستراكشر بيبقى بارلل لمين؟ لللونج اكسس بتاع الديافيسس. وعرفنا يعني ايه هيليكال كورس اللي انا وصفتها لكم في بدايه الكلام. الهافيرجن كمان لايند باي، اوعى تقول لي اندوستي، لا لايند باي اوستيوبلاس اند اوستيوبروجينيتور سيل، لكن ما فيش فيها اندوستي لان الاندوستي مش بس ريليتد للكافيتي، لا ريليتد للبون مار، والهافيرجن كمان ما فيش فيها بون مار. يبقى كونتين بلاد فيزل والنيرف، اوعى تقول لي الليمفاتيك لان ما فيش ليمفاتيك في البون اكسبت في البيري اوستي. الجيسنت هافيرجن سيستم متصله ببعضها عن طريق الفولكمانز كانال، وقلنا ان الفولكمانز كانال ما فيش حواليها كونسنتريك لاميل، يبقى دي برضه مره ثانيه دي ايه؟ دي الهافيرجن كانال ودي الفولكمانز كانال، ودي مجموعه من الهافيرجن سيستم بالال اس، ومن فوق ابص عليها بالتي اس، ودي برضه الهافيرجن سيستم. لاحظ ان اللي رسم الرسمه حريص على ان هو يخليها سبايرال او هيليكال، وكل واحده عكس الثانيه. اكتر سيركمفرنشال لاميلي دي بتبقى تحت الايه؟ تحت البريوستيوم، عشان كده بنقول ان اللي بيصنعها هو البريوستيوم، بيصنع هذه الاوتر سيركمفرنشال بون لاميل، كل شويه يعمل ديبوزيشن، كل شويه يعمل ديبوزيشن ليه؟ للاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست تعمل كولاجين فايبر والى اخره، يبقى الاوستيوبروجينيتورس لما يحصل لها بروليفريشن تحول لاوستيوبلاست تعمل لير لير ورا لير ورا لير، يبقى من ناحيه بعمل سموث سيرفيس، ومن ناحيه بزود الديامتر بتاع الكومباكت بول. يبقى لما احب اللي سميناه قبل كده الابوزيشنال جروث، هو ده الابوزيشنال جروث، لو عايز ازود البون لاميلي من بره يبقى هزودها بالايه؟ بالبريوستيوم، لكن لو انا عايز اقلبها لهافيرجن سيستم هيجي سيستم تاني من الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست ياكلها ويحولها الى ايه؟ الى هافيرجن سيستم. اوكي، يبقى ده بنسميه الاوتر سيركمفرنشال بون لاميل. الانترنال سيركمفرنشال بون لاميل بنفس الفكره في الانر سيرفيس، يعني في هنا بون مارو يبقى ده الاندوستيوم، وهنا بايه؟ هنا البون مارو. الانترستيشيال بون لاميلي اهي، هي دي الانترستيشيال، شايف كانت قديمه، كانت هافيرجن سيستم قديم، كان في هنا هافيرجن سيستم قديم زي ده كده، بس لما جيت اصنع ده اكلت من ده نصه، واكلت من ده 90%، واكلت من ده 80% علشان اصنع الجديد ده. طب وانا كنت بصنع الجديد لما كان عندي 1 2 3 4 مستقرين؟ لا، بس كده بقى البون مور كومباكت، ليه؟ ما عادش فيه احتماليه وجود فراغ غير فراغ الهافيرجن كانال والفولكمانز كانال. يبقى دول مع بعض، ده الاوتر وده الانترنال وده الانترستيشيال ومعاهم الهافيرجن سيستم. لو برسم الكومباكت بون في كراستي يبقى برسم ايه؟ برسم بلاد فيزلز حواليها فراغ اللي هو الهافيرجن كانال، وبعدين الاوستيوبلاست دي، لا بس مفيش اوستيوبلاست، ده هتبقى اوستيوسايت اول ما تعمل كالسيفيكيشن للماتريكس اللي هي عملت لها سكريشن. يبقى اذا الاوستيوبلاست حوالين البلاد فيزل دي هسميها كونسنتريك بون لاميلا، لكن الهافيرجن سيستم بيتكون من مور ذان بون لاميلا، يبقى دي مجموعه من البون لاميلا. طب انا عندي كام بون لاميلا؟ عد الاوستيوسايت 1 2 3 1 2 3، في النص موجود البلاد فيزل اللي موجوده في الهافيرجن كانال. طبعا انا عندي طريقتين ان انا افحص البون، الطريقه الاولانيه ان انا اعمله ديكالسيفيكيشن وافحصه باللايت مايكروسكوب واصبغه بالهيماتوكسين ويوسين بالشكل ده. طبعا دي واضح ان الاوستيوسايت ارانجد في كونسنتريك مانر حوالين الهافيرجن كانال، ودي طبعا الفولكمانز كانال، لكن هنا هلاقي البون بتاعي جراوند بون. يعني ايه جراوند بون؟ يعني جبت حته بون اللي هي في ايدك المشرحه دي وكسرتها وطلعت منها فتافيت صغيره، هذه الفتفوته الصغيره حطيتها تحت الميكروسكوب على الشريحه وبانت بالمنظر، بنسميها جراوند بون.
ايه الاسود الخطوط السوداء اللي باينه دي الفراغات اللي اسمها الكاناليكيولاي. امال ايه النقط السوداء الكبيره دي؟ الفراغات اللي اسمها اللاكوني اللي موجود فيها اللي كان موجود فيها الاسيوس. بس البون ده ميت، لكن البون ده ليه ده الهافيرجن كانال ما فيش باين بيها خالص فيزي، لان البون بتاعي طبعا ديد. ده الكومباكت بون ان ريليشن للسبونجي بون. طبعا الاثنين بيبقوا دايما لازقين في بعض. ده طبعا الفولكمانز كانال ودي الهافيرجيان كانال. كده يبقى احنا خلصنا الكومباكت بون. فين بقى السبونجي بون؟ هو السبونجي بون هو اللي جوه ده من نفس خامه الكومباكت بون، لكن البون لاميلي بتاعتي ما بتبقاش منتظمه فيها هافيرجيان سيستم. بس هي النقطه كلها ان ما فيش هنا هافيرجيان سيستم، فالبون لاميلي بتاعتي بتاخد شكل الترابيكولي. اي بتطلع من نفس تركيبه الكومباكت بون، لكن يعني ده الكومباكت بون ما بيبقاش عاده سموث بالشكل ده، لكن الكومباكت بون بيبقى طالع منه سبونجي بون بالشكل ده. السبونجي بون عاده او لازم يكون متبطن بالاندوستيم. الاندوستيم اللي يدخل اللون الاحمر ده يبقى ده بسميه ايه؟ الاندوستيم. اي كافيتي ان ريليشن للبون مارو لازم يكون متبطن بايه؟ بالاندوستيم، ايفن لو كان كومباكت بون. يبقى دي مجموعه من الهافيرجيان سيستم ودي الهافيرجيان كانال، بولكمانز كانال، ماشي ده في كومباكت بون. لكن انا دلوقتي بتكلم عن السبونجي بون. موجود فين بقى السبونجي بون؟ الاقيه فين السبونجي بون؟ في الدنيا كلها طبعا. اي بون لازم يكون كومباكت بون ومعاه سبونجي بون. يبقى ان اول بونز اوف امبري كمان موجود فين؟ موجود في الاندس اوف لونج بون. يبقى موجود في السنتر اوف الريجولار اند فلات بون. يبقى الفلات بون بتاعتي النص بتاعها دايما الاقي فيه كومباكت. طب ومن بره لازم الاقي كومباكت بون؟ يعني لما امسك الكلافيكل كده الاقيها سبونجي بون؟ لا طبعا كومباكت بون. لما امسك المندبول كده الاقي سبونجي بون؟ لا طبعا كومباكت بون. لما احط ايدي على الريب، الريب طبعا كومباكت بون، لكن من جوه موجود فيه ايه؟ موجود فيه سبونجي بون. دي السكال من بره كومباكت وفي النص سبونجي. دي الاندوز فيمر، يبقى هنا هلاقي سبونجي بون وهلاقي كورتكس من الكومباكت بون. هنا هلاقي برضو نفس الكلام سبونجي بون وكومباكت بون. دي طبعا هقول عليها كومباكت بون والجزء ده هقول عليه سبونجي بون. باللايت مايكروسكوب انا بلاقي ايه؟ باللايت مايكروسكوب في السبونجي بون هلاقي مجموعه من الفراغات. الفراغات دي عباره عن بون مارو كافيتيز وحواليها البون موجود في صوره ترابيكول، لكن عمري ما هقدر اشوف فيه هافيرجيان سيستم بالمعنى اللي احنا وصفناه في الكومباكت بون. يبقى ده زي ما قلت لكم مش شرط في الاند، لكن في الكومباكت بون ان ريليشن الكومباكت بون الاقي السبونجي بون. يبقى دي لو ابص على الجزء ده تحت الميكروسكوب هيبان بالمنظر ده. دي عباره عن بون ترابيكولي والفراغ اللي جوه ده عباره عن بون مارو كافيتي وده بالبون مارو اتسلف. لازم يكون لايند باي او لايند باي الاندوست. يبقى ده الاندوستيم عامل لايننج بالشكل ده علشان اللي موجود هنا بون مارو. دي صوره بتجمع الثلاثه بونز مع بعض. ايه الثلاثه يعني؟ ده الايماتيور بون والووفين بون اللي فيه السيلز كتيره قوي والماتريكس قليله قوي. هنا الكومباكت بون اللي موجود فيه الهافيرجيان سيستم. شايفين الحته الخضراء دي؟ الحته الخضراء دي استيوكلاست ومعاها طبعا استيوبلاست. مش عاجبها المنظر ده. ايه يعني انا لازم اهد اللي انتوا عاملينه ده واعمل هافيرجيان سيستم جديد؟ يبقى هتدخل علشان تاكل، شوف ريزوربشن كانال، علشان تعمل لي هنا كانال جديده يمشي فيها بلاد فيزل جديد ويعمل لي هافيرجيان سيستم جديد ويطير لي، يطير لي جزء من ده وجزء من ده وجزء من ده وجزء من ده. اسميه هنا الاجزاء دي اسميها انترستيشيال بون لاميل، لكن ده السبونجي بون ماتيور سبونجي. في بس حته حلوه حابب اقولها في نهايه المحاضره، ان احيانا اضطر اعمل بون مارو اسبيريشن. لما احب اعمل بون مارو اسبيريشن السؤال ليك اعمله من الكومباكت بون ولا من السبونجي بون؟ لا طبعا من السبونجي بون. اشمعنى؟ لان السبونجي بون هو اللي فيها الريد بون مارو، امال الكومباكت بون ده فيه اليلو بون مارو. طب السبونجي بون اللي فيها الريد بون مارو موجود فين؟ موجود في اماكن كتيره قوي، لكن مينلي موجود فين؟ في الاسترنم وفي الالياكليس، دول اللي بقدر اوصل لهم بسهوله. علشان كده لما اجي اعمل اسبيريشن
في حالات الانيميا، في حالات البوليسيسيميا، في حالات الثرومبوسيتوبينيا، في حالات اللوكيميا، في حالات الفيبر اوف انكوز، اي سبب هيضطرني ان انا اعمل اسبيريشن للبون مارو، اروح على فين؟ اروح على الالياك كريست. لما اروح على الالياك كريست اجيب التروكر بتاعي، ابره جامده جدا طبعا، وبتبقى بينفول قوي، اضطر اعمل انستيزيا سواء كان لوكال انستيزيا او لايت جنرال انستيزيا، وادخل بالتروكر بتاعي على الاريا كريست، اخرم السكن واخرم الكومباكت بون واخرم السبونج بون لحد ما يطلع البون مارو بتاعي في الابره بتاعتي، احط عليها الانتي جوجلت زي البلاد وابدا افحصها واشوف السبب اللي ممكن الاقيه في البون مارو مسبب ليا الانيميا او الثرومبوسيتوبينيا او اللوكيميا او الاخر، او اقدر اشخص النوع نفسه. يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن ايه؟ اتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن، اناتوميكال كلاسيفيكيشن اتكلمنا عنه بسرعه شديده، اتكلمنا عن الماتيوريتي وعرفنا يعني ماتيور بون وايه ماتيور بون، اتكلمنا عن الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن واخدنا بالتفصيل الاستراكشر بتاع الكومباكت بون والاستراكشر بتاع السبونج بون. يا رب تكون المحاضره مفيده بالنسبه لكم، ونتقابل المره الجايه في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.